فكرة كسر الرقم الإنجليزي في الغطس جات لك منين ودي رسالة ليه؟ هي كان فكرة القبطان ولاء حافظ، هو حصل على جيمس وورد بريك 2015 أطول غطس في التاريخ. لما حصل الحادثة وابتديت أنا أدربه عشان يغطس تاني، بعد كده كنت المدربة بتاعته، هو اللي قال لي ليه ما تعمليش جيمس وورد بريك، أنت أوريدي بتقعدي معايا تحت الماية كل الفترة دي. فهو كان صاحب الفكرة، هو الضامن الأساسي في التشجيع، يعني في كل حاجة إن أنا أتدرب عشان أحقق الرقم القياسي بتاع جيمس وورد ريكورد تاني. الرقم اللي هي القياسي كان مسجل باسم واحدة إنجليزية كانت عاملة 48 ساعة، إن شاء الله هنعمل من 51 ساعة ل 55 ساعة. من 51 ل 55 ساعة، هي بيوم 30 سبتمبر، يوم 1 أكتوبر بإذن الله أطلع 3 أكتوبر إن شاء الله. 3 أكتوبر. التعايش تحت الماء بقى ظروفه ازاي؟ ده تكنيك بقى، ان شاء الله انتوا تيجوا تشرفونا تشوفوا الحاجات دي بنفسكم. يعني ده بقى يعني احنا بنتدرب على التكنيك، اكل وشرب وحياه طبيعيه وكل حاجه، ونتكلم مع الناس برضه كده يعني معينه، بس تشرفونا تشرفوا الشيخ ان شاء الله عشان تشوفوا الحاجات دي بنفسكم. الرساله دي حضرتك يعني مفادها ايه وهدفها؟ مفادها ان في مصر في غطاسين ستات الحقيقه، وفي ناس بتستعجب لما تعرف قصه مدربين سيدات، يعني مصر فيها مدربين غوص سيدات وفيها مدربين عالميين. انا مدربة 3 منظمات عالميه وغطاسه تقنيه، فدي رساله يعني تحط في بوست كده ان لا، مصر فيها سباحات مصريين وغواصات مصريين وغواصين مصريين كويسين في التاريخ.